منطقة علي نهري في البقاع كثيرا ما تعرضت إلى ضربات من قبل الطائرات الإسرائيلية، لكن مؤخرا كان هذا القصف الذي طال مباني سكنية ومحال تجارية خلف دمارا كبيرا في هذه المنطقة. البناية تهدمت بالكامل، وأيضا هناك 2 استشهدوا في هذه الضربة إضافة إلى عدد من الجرحى. بالصدفة ونحن نصور هذا التقرير وجدنا هناك مواطنين من أهالي المنطقة. مرحبا. مرحبا. شنو اللي انضرب هنا؟ هون بيت أهلي انضرب مبارح، ما كان في حدا الحمد لله، بس اللي ساكن فيه أمي وبي، وهي بناية كبيرة، كل اللي بقلبه مسافرين، يعني مش هون، بيت عمي وإخواتي كله مسافر بس أمي وبي. وكان في هو محلات، 8 محلات، ومن وراء ديبو مستودعات، في سيارات إلنا، في المستودع الثاني مستأجر جارنا قماش وكياس نايلون وبرادة، يعني ما في شيء مستأجرهم يعني حاطط فيه. في شهداء؟ كان في مارق 2 استشهدوا وفي جرحى. جرحى من الجيش؟ جرحى من الجيش، مزبوط مزبوط، والحمد لله ما كان في حدا يعني بقلبه، كان فاضي. ومبارح انضرب هيك الظهر كما ترون. أيضا المنازل باتت مستهدفة من قبل الطيران الإسرائيلي، إضافة إلى أن المدنيين هم الضحايا، الشهداء من المدنيين. أيضا لم يستثني القصف الإسرائيلي أيضا الجيش اللبناني، وبالتالي هناك جرحى من قبل الجيش اللبناني. رغم ذلك ما زالوا هنا الأهالي في لبنان يرفعون العلم اللبناني ويقولون بأنهم سيبقون في هذه المنطقة، مناطقهم، ولن يغادروها أبدا. محمد فاضل الغد، البقاع.